سيد عامل إقليم تطوان، سيدات والسادة رؤساء الهيئات المنتخبة، عزيزاتي الفنانات وأعزائي الفنانين، جمهور مدينة تطوان الجميلة، حضرات سيدات والسادة، نعلم جيدا أن الفن والثقافة لا قيمة مالية لهم، لكن ما عاشته الفرق المسرحية جراء تداعيات فيروس كورونا جعلنا نتجه نحو تحسين الوضعية الاجتماعية للعاملين في مجال المسرح. المهرجان الوطني للمسرح، المسرح بيتي والسينما أيضا، لأننا في سينما إسبانيول، مدينة تطوان المدينة الرائعة، مدينة الفنون، مدينة الفنون الجميلة، ومدينة هذا الجمهور الكبير والعريض. فرحانة أننا كنرجعوا للخشبات من بعد انقطاع بعد كوفيد. هذه الدورة اللي بعد كوفيد كاين ندوات، كاين ورشات، كاين أيضا لقاء مع الجمهور، كاين لقاء ما بيناتنا حنايا. نتمنى لحظات فنية رائعة وشكرا. احنا غادي نعرضوا مسرحية حمام العيالات، ولكن غادي نعرضوها في المضيق على هامش المهرجان، لأن كاين عروض هامش المهرجان، وحاضرة أيضا هنايا كفنانة وكمخرجة وأيضا كمتفرجة. الشباب هو متواجد في كل القطاعات، وحنا اليوم في حضرة وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والشباب ديالنا يعني حاضر كموهبة، حاضر ككفاءة، حاضر كتجربة، حاضر كدراسة وتكوين أيضا. الشباب ديالنا بغيت نقول لهم أي واحد كيملك شي موهبة ولا شي ملكة يمشي مارسة بعلم بدراية بالقراية، علاش؟ لأنك تولي الأدوات ديالو أدوات اشتغال عن وعي. ودور الثقافة راه مفتوحة، دور الشباب مفتوحة، وملاعب القرب أيضا. باعتبار أنني في لجنة الدعم ولجنة الترويج ولجنة انتقاء العروض وهالشيء، فما مسموح ليش أنني نكون حاضر بالأعمال بعرض ديالي، وهذا كيبقى واحد الأثر قوي على النفسية ديالي. ولكن احنا الآن كنراهنوا على جيل الشباب، جيل الأمل، اللي حقيقة من خلال مجموعة ديال التجارب كيأكد بأنه المسرح المغربي بخير، وأنه غادي في واحد الاتجاه تصاعدي كيساير التطور اللي حصل في العالم وفي وسائل التواصل الحديثة. فبالتالي تطوان خصها تحفظ هذا المهرجان، وخصها توفر له كل ما يمكن أن يعمل على ترسيخ الجذور ديال المسرح في التربة الثقافية ديال بلادنا. المسرح الرموز ديالو عبر التاريخ وعبر العالم، ماشي عبر المغرب، كلهم عانوا معاناة شديدة فيما يتعلق بالتجربة الحياتية والاقتصادية الاجتماعية ديالهم، ولكن من يعشق المسرح لا يطلب المقابل. أنا اللي كنهضر معك يعني 61 سنة ديال الممارسة والوفاء والعشق لهذا الميدان، ما عمري كان حاسبت المسرح وقلت له أنا أعطيت كل شيء، فشنو أعطيتي أنت أيها المسرح؟ ولذلك العشق ما فيش المقايضة والمساومة والبيع والشراء، كاين الحياة. فنتمناو من خلال جهود ديال النقابة ومن خلال التعاضدية ومن خلال العناية السامية أن تندار واحد التصور اللي يحفظ للمسرحيين الكرامة ديالهم والكبرياء، ماشي النرجسية، لا الكبرياء، ماشي بالفهم السلبي، ماشي التكبر، ولكن الكبرياء ديال المبدع الحقيقي يجب أن يصان، وهذا من مسؤولية المجتمع، ماشي من مسؤولية السلطة، ولكن مسؤولية المجتمع. الجمهور اللي كيخصو يعرف القيمة ديال الموسيقي ولا رسام ولا شاعر ولا هذا أشنو عطى هذا المجتمع، وبالتالي الحفاظ عليه والقيمة ديالو الاعتبارية راه مسؤولية المجتمع، ماشي مسؤولية شي جهة بوحدها. السلام عليكم. بالنسبة للحضور ديالي اليوم، أنا من المكرمين، أنا السي إبراهيم خاي والأستاذة زهور نجوم الزهراء والسعدية أزكون، الله يحفظكم، ورقاقنا عبد كبير رقاقنا، احنا ان شاء الله احنا المكرمين اليوم. اليوم كاين افتتاح انطلاقه ديال المهرجان، امور كنشوفها زوينه والحمد لله كلشي غيدوز مزيان ان شاء الله. هذا النهار ديال التكريم ديالكم، شنو ممكن تقول لنا الاحساس ديالكم؟ واش غنقول لك، هو ملي كيكون عندك تكريم ومكرمك وزاره الثقافه هذا اعتراف
وما عمرني ما غنساه. وانا بزاف فرحان لانني فكرت في الوزاره، وهذا نتاج ديال خدمه طويله ديال 30 عام. وخاصني جواب، واش تكريم كيف انه يرد الاعتبار ديال الفنان؟ وحنا ما طالبين حتى شي حاجه، حنا طالبين غير شي واحد يضحك لينا في وجهنا ويحس بك ويعبرك. الله يجعل البركه والمحبه ديال الجمهور. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.